نحن الآن يعني الأيام هذه طبعا مسألة الإرهاب الذي لم يعرف تعريفا عند الغرب، عند المسلمين واضح، لكن عند الغرب خلوه فضفاض باش اللي بيحاسبوه وبيضيقوا عليه وبيحبسوه وبيهمشوه وبيصرفوا الناس عنه، يلبسوه هالكبوط هذا والجبة هذه المسمى بالإرهاب. ويأتي الإعلام العربي اللي هو يعني تابع لمن هو تابع فيكون تابعا، تابع لمن ينفق عليه، ومن ينفق عليه هو تابع للغرب، ولذلك يكون تابعا لما يقولون، فيصبح يعني يتكلمون في كلام يعني سبحان الله من الزور، من الزور في الوصف وفي الاستعمال. يعني الآن لو أتيت الليبي، خلينا نتكلم عن الليبيين احنا أو عن المسلمين عامة، يقول لك كلمة الإرهاب، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كويس؟ نعم. إذا كان يعوذ بالله، طبعا الغرب هكذا جعلها أمامنا، جعلها أمامنا هكذا وبيّأ أنها الإفساد وفي الأرض على الإطلاق، على والترويع والتخويف على الإطلاق. إذن لما يأتي المسلم الآن في رمضان ويسمع القارئ يقرأ الأمر الإلهي في سورة الأنفال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون، إذن هذا وصف سيء في بحسب النظرة الموجودة الآن في الإعلام اللي أنت تقول بها فلان إرهابي. إذن الصحابة رضوان الله عليهم أعدوا ما استطاعوا من قوة وأرهبوا أعداء الله ونصرهم الله وهم القلة على الكثرة الكاثرة بهذا الإرهاب. إذن نستطيع على حسب كلام الغرب أن نقول الآن الصحابة كانوا إرهابيين، ونتعدى فوق ذلك ونقول ويقوله الغرب الآن، الآن الغرب يحكم على القرآن بأنه إرهابي، قالوا أنتم الآن مشكلتكم وين؟ في نصوصكم المقدسة عندكم هي نصوص إرهابية، ولذلك يطالبون الآن، وهي ممكن خطوة لبعد، لكن الله تعالى سيهزمهم بعدها. وبدأت في مصر وبعض البلاد حاولوا انزعوا الآيات الجهاد، آيات اللي فيها الإرهاب. إذن كلمة إرهاب تنقسم إلى قسمين، قسم مذموم ويقل ذكره في القرآن، قسم مذموم ويقل ذكره في القرآن، وقسم محمود ويكثر ذكره ما بين العبد وربه وبين العباد مع بعضهم بعض، مع الرب وإياي فارهبون، وإياي فارهبون مع العباد أو بين الرب ومكان بين الرب والعبد، يدعوننا رغبا ورهبا، هذه أثنى بها الله على أنبيائه ورسله. كذلك مع العدو ترهبون به عدو الله وعدوكم. مسألة الذم وردت في واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، واسترهبوهم أخافوهم،